طيب يلا يا جماعه نعمل الاوميتر مع بعض. الاوميتر ده يا جماعه عبيط قوي، هو عباره عن جلفانو محطوط معاه شويه حاجات، يعني عباره عن ار جي متوصل مع الار جي دي ان سيريس، كونستنت ريزيستنس اسمها ار سي، فاريبل ريزيستنس اسمها ار في، باتري اللي هي في بي ار صغيره، ودول التيرمينالز بتوع الاوميتر. دول لما بنحتاج نقيس اي انون ريزيستنس بنحطها ما بين التيرمينالز دول، مش عايزين بنقفلهم على بعض. طيب الاوميتر يا جماعه عشان يتحل بمنتهى البساطه كده والسهوله ثلاث خطوات بالترتيب. اول حاجه ان احنا لسه ما حطيناش الار اكس اصلا، لسه ما حطيناش الانون ريزيستنس بتاعتنا، اوكي، اللي احنا لسه ما حطيناهاش، وبالتالي بنشتغل بالقانون العادي جدا بتاع اومز لو اللي هي الاي توتال ايكوال في بي على ار توتال. الاي توتال بنسميها اي جي لان هي بتاعت الجلفانو اللي ماشيه فيهم كلهم. الاي جي ايكوال في بي على ار توتال بنسميها ار ديفايس، يبقى الاي جي ايكوال في بي على ار ديفايس. من هنا بجيب الار ديفايس. الار ديفايس دي عباره عن ايه؟ طبعا كلهم سيريس، يبقى هجمعهم، يبقى الار ديفايس دي بتساوي ايه؟ ار جي زائد ار سي زائد ار في. اهو ار ديفايس ايكوال ار جي زائد ار سي زائد ار في، طبعا زائد الرؤوس الصغيره بتاعت الباتري. ماشي، في مشكله؟ كلام جميل. طبعا من هنا بتجيب اي انون انت عايزه، سواء بقى الار سي او الار في. خلي بالك بقى ان مجموع الار سي والار في على بعض، مجموع دول على بعض كده اللي هم دول، بص كده في الرسمه، مجموع دول على بعض اسمه ستاندرد ريزيستنس. مجموع اسمه ايه؟ ستاندرد ريزيستنس. فممكن الار ديفايس تكتبه بطريقه ثانيه، تقول لي ان الار ديفايس بتساوي ار جي زائد الار ستاندرد زائد الار الصغيره. ده بستخدمه امتى؟ لما احب اجيب الار ستاندرد، يبقى بخش هنا امتى؟ تو جيت ار ستاندرد. طب بدخل هنا امتى؟ تو جيت ار في. كلام جميل جدا. طيب يبقى دي كده اول خطوه بالحاجات بتاعتها. يبقى اول خطوه يا جماعه ان انا اجيب ان الاي جي ايكوال في بي على الار ديفايس، اجيب الار ديفايس، لو عايز الار في ادخل هنا، لو عايز الار ستاندرد ادخل هنا. طب وبعدين؟ تاني خطوه ان انا احط الانون ريزيستنس بتاعتي الار اكس بقى، نحطها بقى هنا. طبعا يا جماعه لما نحط الار اكس كده الار توتال هتزيد، فالاي توتال هتقل، فهتبقى ليها اسم جديد اسمه اي بس. ايه الاي ده؟ اقل شويه من الاي جي اللي فوق دي. اوكي، فالاي ايكوال ايه بقى؟ في بي على الار ديفايس زائد الار اكس اللي انت لسه حاططها دي، وتجيب الار اكس من هنا. طيب ده كده لو المساله سهله ومعاك الفي بي جيفن. ممكن في المساله يا جماعه ما يبقاش معاك الفي بي جيفن اصلا. لو انت الفي بي جيفن، الفي بي بتاعتك مش جيفن، هتعمل ايه؟ هتضطر تدخل في القانون الثالث اللي هو بتاع الريشيو برضه، اللي هو بيقول لسيادتك ايه؟ ان الار اكس ايكوال ان ماينس 1، تقوم مركز في الار ديفايس. الار اكس ايكوال ان ماينس 1 في الار ديفايس. طب ايه الان دي بقى يا زميلي؟ الان دي يا اسطى هي مقلوب الريشيو. مقلوب الريشيو يعني هو هيقول لك مثلا ان انا لما حطيت الار اكس البوينتر اتحرك لربع الكرنت الاولاني، يبقى كده الريشيو بربع، بل ان نفسها بكام؟ باربعه. فالان يا جماعه مقلوب الريشيو، اتحرك لتنث الفاليو الاولانيه، يبقى اذا الان نفسها بتن، فالان دي هي مقلوب الريشيو. طيب يبقى هو يديك مثلا الان اوكي، ويديك الار اكس وتجيب الار ديفايس، او يديك الان والار ديفايس وتجيب الار اكس وهكذا. طيب خلي بالك ان الان بقى اصلا ليها قانون. الان قانونها ايه في الاميتر؟ الان قانونها في الاميتر ايه؟ الان قانونها اي جي على اي. الاي جي ماكسيم كارنت في جلفان، الاي الكارنت الاقل شويه نتيجه ان احنا حاطين الار اكس. فممكن اوديك الاي جي والاي تجيب الان تحطها هنا، ومعاك الار ديفايس تجيب الار اكس، او معاك الار اكس تطلع تجيب الار ديفايس. طبعا لو ساعتها جبت الار ديفايس ممكن تطلع بقى تحطها فوق تجيب الفي بي وتكمل المساله من فوق عادي. اوكي، بس انت بستخدم يا جماعه حته الان دي، يعني انت بستخدم قوانين الان دي لما يبقى مش معايا الفي بي. اهو بص كاتب لك ايه؟ لما ما يبقاش عندي الفي بي جيفن. اول مساله فيها ريشيو. يبقى تاني امتى بستخدم اخر خطوه؟ يعني امتى لما ابص في مساله الاوميتر. طبعا يا جماعه مساله الاوميتر في الامتحان بتعرف ازاي انها اوميتر؟ هو اول حاجه يقول لك الاوميتر اول حاجه. اوكي، لو المساله فيها، لو مساله عاديه يعني وفيها بي في بي جيفن والدنيا لذيذه اشتغل بالترتيب. لو ما فيهاش في بي او فيها ريشيو ما تفكرش، الزق لي القانون ده الحته الثالثه دي الاول، يبدا بيها وبعدين اشتغل فوق. اوكي، طيب فلان قانونها زي ما قلت لك بقى اي جي على اي. طب لو الراجل عايز يصعب المساله بقى، مش هيديني الريشيو، طب يديني الاي جي والاي؟ لا، يديني سكيل. اوكي، طيب بس السكيل ده يا جماعه بيبقى ليه سكيلين مش سكيل واحد، يعني اللي بيبقى فوق بيبقى سكيل الاي واللي تحت سكيل الار اكس. اوكي، سكيل الاي بيبقى غالبا كله معاك، ماشي، سكيل الاي معاك كله، سكيل الار اكس مش معاك. طيب انا دلوقتي طالما انا مش معايا الفي بي فانا هخش في الثالث، الان بتساوي اي جي على اي. فين الاي جي؟ اكبر كارنت في السكيل ساعتك هتسميه اي جي، اكبر كارنت في السكيل ساعتك هتسميه اي جي وتحطه هنا. هاخد انهي اي بقى من 300 اي دول؟ اللي هيشاور لك عليها ويقول لك احسب، هيقول لك احسب هنا، تاخد الاي بتاعتها تجيب الان وتعوض، ترجع تعوض ورا. خلصانه، ماشي. طيب ممكن في المساله بقى يصعبها شويه، يعمل ايه؟ يقول لك لا والله، طب انا مش هديك الايات دي، الايات دي مش هتبقى جيفن.
ولا الاي جي كمان. السكيل ده كله مش معاك، تعمل ايه؟ عادي يجوز لسعادتك انك علشان تشتغل بقوانين الريشيو دي تفرض ارقام الاي، تفرض السكيل بتاع الاي كله كله بمزاجي بمزاجك، بس خلي بالك تفرضه يونيفورم سكيل، لان الاي يونيفورم. يعني تفرض مثلا 1 2 3 4 5 10 0 10 20 30 50 60 0 2 4 6 8 براحتك، طالما الفرد ده هتجيب منه ان يبقى الفرد ده صح، طالما الفرد هتجيب منه الان وترجع تعوض بيها يبقى الفرد بتاع سعادتك كده كده طبعا، بس افرض ارقام منتظمه يعني. اوكي، يبقى الفرد بتاع سعادتك يجوز. وبعد ما تفرد الارقام اكبر رقم هتفرده وتسميه اي جي، وتجيب تحطه هنا الرقم اللي هو مشاور اللي انت فرضه اللي هو مشاور عنده هتسميه اي، وتجيب تحطه تجيب الان عادي خالص بالفرد بتاع سعادتك اللي ان شاء الله صح ما فيش مشكله خالص، وتجيب الان وترجع تعوض تجيب الار ديفايس وتطلع مثلا تشتغل فوق، او يديك الار ديفايس وتجيب الار اكس ايا كان. حلو حلو. طيب عبد الله، طب ما هو ممكن يطلب مثلا يبقى طالب مثلا الفي بي، ماشي، يبقى انا لازم بقى من هنا هيديني هو مثلا الار ديفايس، بص يعني سوري الار اكس، يعني ايه هو يجي لي في السكيل يقول لك الار اكس دي مثلا ب 3000 اللي هنا، انا ادرك دي الار اكس بكام؟ ب 3000 ماشي، وما ادلكش سكيل الاي، فانت تفرض سكيل الاي 0 0 1 2 3 4 5 6 7، فالاي جي ب 7 ماشي، والاي اللي واقف عندها 2، فانت كده جبت الان 7 على 2. وخلي بالك من النوت اللي قبل ما اكمل هقولها لك دي، ان الان لو اتجابت من القانون ده يا زميلي ما بتتشقلبش، الان لو اتحسبت من هنا ما بتتشقلبش، الان لو اتحسبت من هنا ما بتتشقلبش. اوكي، المهم ان سعادتك خدت الاي جي وخدت الاي 7 على 2، جبت الان حطيته هنا وهو ادالك الار اكس 3000 اللي انت واقف عندها دي اصلا، حط الار اكس 3000، هتجيب الار ديفايس وعايز تطلع تعوض فوق، معاك الار ديفايس انا عايز اجيب الفي بي، يبقى لازم الاي جي. هتقول لي بقى الاي جي انا فارضها؟ لا بقى هنا ما ينفعش بقى، ما تبقاش عبيط، انت بتشتغل في الفرد بتاع سعادتك في قانون الريشيو بس، لكن لو انت تدفع تجيب حاجه من فوق اوعى تشتغل بالفرض، مش عايز تخلف، هيديك الباقي الاي جي تشتغل بيها. كلام جميل، كلام في منتهى اللذاذه. طب حد ممكن يقول لي عبد الله طب ما افرض سكيل الار اكس وخلاص يعني؟ لا يا زميلي، ليه؟ لان سكيل الام ميتر اللي هو سكيل الار اكس يا جماعه نون يونيفورم سكيل، مش بس كده هو نون يونيفورم سكيل، والمسافات بتصغر كل ما ابعد عن الزيرو. تاني، الام ميتر نون يونيفورم سكيل والمسافات بتصغر كل ما ببعد عن الزيرو. اوكي يا جماعه، يعني لو انت عايز ترسم سكيل ار اكس مثلا، طب مش ما ينفعش تفرده مثلا سكيل ار اكس اهو تحت اهو ده الزيرو، وبعدين في مسافه كبيره مثلا 1، وبعدين في مسافه اصغر سنه 2، في مسافه اصغر سنه 3، يبقى المسافات، يبقى اذا يا جماعه الام ميتر نون يونيفورم سكيل والمسافات بتصغر كل ما ابعد عن الزيرو. وعرفنا حوار الفرد ده يا جماعه وركزنا فيه عشان ده مهم جدا. طيب وبعدين مفيش اي حاجه، كل عايز اقول لك بس ان في هنا بقى اسامي لازم تتحفظ، يعني الار اكس اساميها ايه؟ اكتب بقى ورايا لو انت مش حافظها، اكتب ورايا الار اكس اساميها لما يجي ده لك جيفن هيقول لك ايه؟ انون ريزيستنس او كونكتد ريزيستنس او ميجرد ريزيستنس او ادد ريزيستنس او اكسترنال ريزيستنس او ذا ريزيستنس ويتش ديفليكتس ذا جالفانومتر او ذا بوينتر. خلصان الار ديفايس، الار ديفايس اسميها ايه؟ resistance of device صح، resistance of ammeter صح، internal resistance of ammeter برضو صح، الRC اسمها ايه؟ constant resistance صح، fixed resistance برضو صح، الRV اسمها ايه؟ variable resistance او rheostat. خلصانة الاسامي دي يا جماعة تتحفظ عشان لما يجي يديلك given تبقى عارف الجيفن اللي هو بيديهولك ده بتاع ايه. كلام في منتهى اللذاذة. وده كده الاميتر هو ثلاث خطوات بالترتيب، ما فيهمش اي حاجه خالص، معاك الفي بي اشتغل بالترتيب، مش معاك خش في التالت وهات الريشيو وتعامل واطلع عوض فوق. اوكي، طبعا يا جماعه ممكن هو يطلب الان اصلا، يعني يديك الار اكس والار دي تجيب انت الان، بس هو اوعى تنسى تشقلبها، يعني يقول لك هات لي البوينتر اتحرك للاي للربع للخمس للتنس للاي، فمعاك الار اكس اللي هي الانون ريزيست مثلا ار ديفايس، تجيب الان تطلع ان بخمسه، ما تنساش ان انت تختار كام؟ واحد على خمسه، ما تنساش الله يرضى، الله يرضى عليك. لكن لو الان اتحسبت من هنا ما تشقلبهاش، تيجي انا هتعوض هنا، وممكن تعكس على فكره. يعني ايه بقى؟ يبقى صايع يديلك الار اكس ويديلك الار ديفايس، تجيب انت الان
بثلاثة، تحطها زي ما هي هنا بثلاثة ويديك الاي جي ويقول لك هات الاي. لا تاني، بص بص بقى المسألة، يديك ار اكس وار ديفايس واي يقول لك هات الاي جي، او الاي جي ويقول لك هات الاي. خلينا يديك مثلا الاي جي، تاني يديك الار اكس والار ديفايس والاي جي ويقول لك هات الاي. طب معايا ار اكس، طب انا كده بص يا جماعه، طب انا كده مش معايا الفي بي، اخش في التاب معايا الار اكس والار ديفايس، اجيب الان احط الان زي ما هي طلعت بثلاثة، انا طالما هستخدمها تاني خلاص بقى اسيبها زي ما هي ما اقلبهاش يعني، طلعت بثلاثة اروح وجايب الثلاثة هنا ومعايا الاي جي اجيب مين؟ الاي. خلصنا خلصنا، واحنا كده الحمد لله شكر الله خلصنا الاوم متر.